ويشهد الله أنني أراعي أحكام الدستور في إدارة الجلسة، وأراعي أحكام اللائحة في إدارة الجلسة. وبالأمس قام أحد الأعضاء وألقى خطبة عصماء في اللائحة، ثم اتضح أن رأيه في اتجاه آخر بعيد عن الرأي الصحيح. ليس من عادتي إطلاقا أن أرد وبقوة، ولكن في جزء واحد كرست حياتي له، وهو القانون. لا، ربما لا أكون لدي معلومات في الطب أو الهندسة، ولكن أزعم إن لدي معلومات كاملة في القانون، وعلى وجه الخصوص القانون الدستوري. اللوائح والدساتير لا تقرأ نص هنا أو نص هناك إطلاقا. هذا يعني إن احنا نقفل كليات الحقوق وكل واحد يستطيع أن يقرأ النص، ولكن للنص قراءة قانونية معينة يعلمها الكثير من الذين لهم علاقة بالقانون. تفسير النصوص أيضا له قواعد معروفة وبتلتزم بها كل المحاكم، من أعمالها التحضيرية لحكمتها التشريعية لظروف تطبيقها من النواحي الاجتماعية والنواحي الاقتصادية والنواحي السياسية. كل هذه هي وسائل لتفسير النصوص. الخلاف في التفسير وارد، ولكن هذا الخلاف لابد أن يكون مدعوماً بالحجة وبالدليل وبالسوابق، وفوق هذا وذاك المنطق القانوني الحاكم لتفسير القواعد الدستورية. فأنا السيد النائب خالد يوسف ذكر النص، وربما يكون أي حد يذكر هذا النص، ولكن الرأي نقطة الانطلاق غير صحيحة، والنتيجة كما يقول القانونيين فاسدة. لأن نقطة الانطلاق غير صحيحة فالنتيجة فاسدة. فأنا بأطلب منه قبل ما يتكلم في اللائحة، وهذا حقه، أن يتحرى الدقة تماما. وهناك فرق ما بين إبداء الرأي، وأنا اللي ملزم بأن أكفل الحماية الكاملة للمعارضة للتعبير عن الرأي، حتى ولو كان هذا الرأي قاسي، وحتى ولو كان هذا الرأي مؤلم. ولكن هناك فرق ما بين إبداء الرأي ومحاولة الخروج عن نظام الجلسة. فأطلب من الإخوة اللي هم في صف المعارضة، عندما يطلب منهم إبداء الرأي، أن يبدوه بطريقة موضوعية، وبطريقة أيضا أن تراعي مشاعر الأغلبية. وهذا هو ما يتبع في كل المجالس النيابية في العالم كله. المعارضة لها حرية الحديث، وأيضا الأغلبية لها حق اتخاذ القرار، وإذا ما اتخذ القرار على الجميع أن يلتزم به. إحنا في المجلس أغلبية ومعارضة، أعضاء معينين، أعضاء منتخبين، لنا مصلحة واحدة، مصلحة الوطن. ولكن عندما نتكلم عن مصلحة الوطن لابد وأن نراعي كثير من القواعد الموضوعية. نحن نعيش حياة في مصر أفضل كثير جدا من دول كثير جدا. واللي بيتكلم عن مصالح الغلابة يجب أن يعرف إن النظام السياسي هنا المصلحة الأولى للغلابة. واعتقد ان النهارده اللي بيشوف كل المنافذ التموينيه اللي بتتعمل على مستوى الجمهوريه، لم تحدث في العالم، ان في سلع بتباع باقل من سعرها الحقيقي، لم يحدث. ولكن هنا الدوله بتقدم دعم لحمايه الطبقه محدوده الدخل. وبالامس تم موافقه مجلس الوزراء، وبناء على طلب من بعض أعضاء المجلس، وإذا كان الطلب ينسب لصاحبه
ولكن الفائدة عادت على هذا المجلس كله، تمت باسم المجلس، باسم المجلس ولمصلحة الشعب المصري الذي يعبر عن كل أعضاء المجلس. فيجب أن نلتزم جميعا أغلبية ومعارضة بأدب الحوار، واللي عاوز بقى يعني يستفيد من أدب الحوار عليه أن يراجع مضابط مجلس النواب قبل سنة 1952، يجد كيف كانت هناك بلاغة وأدب في الحديث، وكيف كان الاحترام من كل عضو للعضو الآخر، واحترام قبل هذا وذاك لهذه القاعة. ولكن الصوت العالي لا مش مرفوض. يعني أنا حزين جدا إن البعض يطلع في الإعلام ويقول لك ما تم من خلال من الموافقة على العلاوة يعتبر جريمة. المجلس لا يرتكب جرائم إطلاقا، المجلس يعمل لمصلحة هذا الشعب. ربما تكون زلة لسان في حماس الحديث، لأن علم النفس يعني دائما وابدا بيركز على الجانب، جانب النفسي للعضو، وهو يتكلم للكاميرا. الكاميرا بتخطف مشاعر الشخص احيانا فتاخذه الى طريق خلاف الطريق الحقيقي. على اي واحد من حقه ان يتكلم، من حقه ان يعبر عن الراي في اي وسيله من وسائل الاعلام، بس يجب أن يلتزم باحترام المؤسسة التي ينتمي إليها. نتكلم، نختلف في هذه القاعة، وكل واحد يقول رأيه، ولكن عندما أخرج إلى الوسيلة الإعلامية علي أن أتحرى الدقة لسبب بسيط جدا. كل وسائل الإعلام بيتم رصدها، وبالأخص العضو مش شخص عادي، مش مواطن، لا مش مواطن عادي، ده نائب ممثل عن الأمة، يعني كلامه مهم جدا وكلامه محل اعتبار. فلما اخرج في وسيله اعلاميه حتى ولو كنت مختلف مع الاغلبيه داخل القاعه، فلابد ان احترم المؤسسه التي انتمي اليها. لان السؤال لاي واحد يحاول ان يشوه المؤسسه، لماذا تجلس فيها؟ ليس هناك اكراه وليس هناك اجبار لاي عضو للبقاء في مؤسسة يتهمها بالانحراف، بالفساد، بمخالفة الدستور، بمخالفة اللائحة. ولماذا البقاء فيها؟ اثنين، عندما يعرض موضوع خاص بمصلحة الشعب علينا أن نحكم العقل ونحكم الضمير في ظل الظروف. الشوي الإعلامي لن يقدم ولن يؤخر لقطات لحظية ربما ترضي غرور من يتحدث، ولكن يعني تذهب بعد ذلك وتتبخر بعد ثواني، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس. وما ينفع الناس ما وافق عليه المجلس اليوم العلاوة. أما من أتى وهو مبيت النية لرفض هذه العلاوة وهذا حقه، أو بمعنى أدق لحرف الجلسة عن مسارها الصحيح، هو اللي خسران، هو اللي الرأي العام سيحكم عليه. فأرجو أن نلتزم بأدب الحديث، أن نلتزم بالاحترام الواجب عندما نتكلم، ويجب أن نحترم أيضا باللائحة. الوقوف قبل الإذن بالكلام مش مطلوب، الهبة أيضا مش مطلوبة، سواء من الأغلبية أو سواء من المعارضة. فأرجو أن تسود روح التسامح وروح المحبة بين الأعضاء في هذه القاعة.